قلنا له يا عمي بن مسؤول كيف استاذ؟ قلنا له مسجل مركز الاحصاء المركز 20% في اللي غلاء المعيشه. قال احنا دخلنا في المسح 16 لكن اخلاقيا ال 4% حقته. ال 4% حقته تمام اعطينا اياه. قال لي شوف الوضع كيف هذا في الاردن. روحنا الامور وخربت الامور يقول لك انت 4%. طيب نفس المسح اللي عملوه عندنا نتيجته يعني راحت لغزه. في غزه قد ايش؟ هم اعلنوا السلطه طلع عندهم 9%. 9 انا كنت اعتقد 9%. طيب كيف يعني 9 انتم اعلى غزه 17؟ كيف ظبطوا معهم يعني؟ طيب هو نفس الداتا ونفس المعلومات ونفس المسح. هذا بدل على انه كيف لعبوا كيف زوروا كيف عملوا عشان هيك طلعت لنفس المسح نتيجتين. يعني وضع غزة أفضل منها بكثير، يعني استطلاع غزة وضع أفضل من الضفة الغربية بكثير. الآن عملنا دراسة لهم كانت طبعاً الاتحاد بجوز 20 يوم 30 سلمناها للإدارة ظهر الماضي وإحنا نقول يا عمي خلينا قبل ما ظهرنا نزاع العمل ما ردوا علينا أعطينا نزاع العمل أو شهر 10 بالعادة نزاع العمل يوم ثم يدخل الاتحاد مباشرة للإضراب. هذا كان قول الاتحاد التصرف بالطريقة هذه 21 ثم ننتقل إضراب مفتوح مباشرة. الآن إحنا أعطيناهم 21 نزاع عمل صبرنا ما يقارب ال 40 يوم يعني شغلات كثيرة. طيب الآن بدأنا بنزاع العمل. إحنا اتحاد اجتمع الاتحاد وقرر تكون بنزاع العمل زي ما قلنا وكنا راح نبدأ اللي حكينا في الملعب تحت إنه عصيان إداري. بداية سيكون عصيان إداري في أثناء اجتماع الاتحاد. طبعا حطينا خطة 1 2 3. الثالثة اللي هي موضوع الإضراب الشامل. قالوا إذا العصيان إداري لا نصل الى الاضراب المفتوح. قلت لهم انا اعتقد في عقليه المفوض العام الموجوده والاداره سنصل الى اضراب مفتوح سريعا. قالوا كيف بدنا نصل لاضراب مفتوح سريعا؟ قلت لهم سنصل زي ما شايفكم. يعني انا كنت حاسس انهم بضمروا للاتحاد السوء وانهم بدهم ينتقموا من الاتحاد. الإدارة ونقولها لا اتحاد الضفة الغربية الوحيد إبراء على بعد 5 انه تعطي اتعاب نهايه خدمه ويجب ان نشدد عليهم احنا والاردن وكان معنا لبنان وما قدروش غزه وهذول يتماشوا الناس لا بعد كبير على العاملين. إدارة الوكالة بدها تحاول تطوع اتحاد العاملين في الضفة الغربية، بدها تدخل الاتحاد والعاملين طبعا. الآن احنا بدأنا بالخطة الأولى اللي هي معهم العصيان الإداري. يعني أحيانا نيجي على المكاتب يعني أصدقائنا وأحبائنا يعني هم بيقولوا
طلع انه هاي العاملين وقف الورشات، ما طلعوا على المدارس، ما طلعوا على المناطق. زي ما قلت الاضراب مش غايه، هي وسيله، الاضراب المفتوح بالنسبه لنا. وقلنا مش راح نعطل المدارس ولا راح نعطل العيادات، لكن اذا كان الموضوع كبير اداره الوكاله مباشره اللي جواها اطلعته مباشره، مباشره اعضاء الاتحاد قسم انذارات وقلت مباشره رئيس الاتحاد وليس التوقيت. الرسالة اللي هو ما يعني أنت قمت بإغلاق البوابة أو أعطيت أمر، أنت وضعت يعني يافطة باللغة العربية والإنجليزية سترايك أو أعطيت أمر، أنت أبصر إيش؟ أنت في النهاية بقول لك إذا لم تثبت عليك لدنات يحق لإدارة الوكالة إنها تخرجك تروحك فور ذا انترست اوف ايجنسي. كانت عامل خلف قال لي هذه مش كتاب عادي، هذا كتاب فصل. طبعا قال في ثمان كتب جاي لاعضاء الاتحاد بنفس الطريقه. كان راح يصير مجرى في الاتحاد. احنا بالنسبه لنا والله العظيم الرساله يعني اللي بعته ما هز شعره من راسنا. احنا ناس نؤمن بالله سبحانه وتعالى. الرزق والاجر في يد رب العالمين. لو اجتمعت كل قوى الارض انها تمس واحد بأذى لا تستطيع. فبالتالي احنا بالنسبه لنا كاتحاد ما هزنا هذا الموضوع، بالعكس استمرينا. لكن كان على يعني لازم تكون رده فعل قويه بوجه الاداره بحجم الضغط اللي عملته. هي الان بدها تتم الشيء اسمه اتحاد ضد غربيه. بدها تمنع انه يظل في اتحاد يقول بدنا شيء. اتحاد يقف بوجه الإدارة والمفوض العام. المفوض العام الحالي الموجود هو يتنمر على العاملين. المفوض العام مش مؤسسات الغوث، هذه إلنا مؤسساتنا. أنتوا جايين تخدمونا مش جايين تعملوا علينا حكام وسلاطين. أنتوا رواتبكم خيالية. نص مليون دولار سنوي. الشوفير الاجنبي جابوا شوفير 7-8000 دولار غير التي اس اي وغير المنابع الثانيه وغير. وقلت لك انا باخذ من انترناشونال مزبوط، بس التي اس اي تبعتك من عندنا، الاجارات مش اجارات والامور الثانيه عندنا. قلنا لهم يعني في قضايا حتى فساد، يعني المانيا في سوريا دايركتور تبع سوريا، الناس في الحرب، الناس الموظفين تابعين في سوريا بدهم تحت القصف، ما اعطوهمش هذا البيت على ولا المخاطره. الدايركتور والاجانب جميعهم فورا اعطوهم بدل مخاطره. اثنين وين حطوهم؟ في الفور سيزون افضل اوتيل في سوريا. وقديش قعدوا فيه كل الاجانب؟ مقر لهم صار سنوات، فاتورتهم بالملايين، فاتوره تبعتهم بالملايين. يقول لك عليهم خطر. اما احنا لا، ما احنا مش مشكله، احنا ولاد البط السوداء زي ما بيقولوها. ما فبالتالي ايضا قضيه ثانيه قلنا لهم يا عم احنا اعتبرونا نظام زي اللي دخلتوها، النظام اللي ابصر مين استفاد وقبض منه على ظهر اللاجئين والعاملين. كان في عندنا نظام بيشتغلوا عليه اسمه نظام الكمبيوتر، كمبيوتر تعليمات مش عارف ايش اسمه رامكو. طلبوا رامكو عشان يجددوا حتى النظام 1.5 مليون مقطوعه مفصوله. هذا المفوض العام كان وقتها في ليبو جراندي ايطاليا، جاب شركه من ايطاليا اسمها ريج. لحد الان تكلفتها وصل تقريبا 80 مليون. احنا بنحكي عن نظام كمبيوتر الرانينج كوست، التكلفه السنويه تبعته 1.5 مليون. كل سنة رفض يدفع مرة واحدة 1.5 مليون، لأن كل سنة بيدفع 1.5 مليون، كل سنة أقل شيء. قلنا لهم اعتبرونا ريتش، اعتبروا الموظفين، أعطوا 1.5 مليون للعاملين. كان وضع العاملين اتغير،
احنا من سيء لاسوء، احنا الموظفين احنا بنقول رب العالمين وقال السلطه اذا قاموا فرقني ورجعوا موضوع الفرق الساعات 70-80% من العاملين اللي هم اغلبهم عمال ومعلمين الاخرين للدرجات الاقل من 10 هذول بيكونوا اقل من السلطه الوطنيه الفلسطينيه اللي هي السلطه الان مش قادره تعطي رواتب للعاملين اللي هي سلطه ومش سلطه هي عباره عن بلديه يسموها زي ما بدكم. قلنا لهم يا عم القدس قانونيا تابع الضفه الغربيه خط الفقر في القدس 5800 شيكل تقريبا. المعلمين الان في القدس بنعطوا تقريبا 10-11 ألف اول ما ينزل تقريبا 10,000 شيكل. الان تقريبا 10,000 الان المدراء المدارس الموجودين في اسمه بنزل 25,000. ما في حدا في منطقة القدس بيشتغل أقل من 6,000 شيكل. طب إحنا عنا 90% من العاملين لحد اللحظة هان ما بيوصلوش ل 6,000 شيكل. إذا كلهم تحت خط الفقر. الجميع تحت خط الفقر. الضفة الغربية جبنا لهم إثباتات إنها أغلى دولة في العالم بالأسعار. البترول عندنا أغلى من نيويورك. من اوروبا اغلى. الضرائب عندنا، البضائع مش رقابه عندنا، البضائع اغلبها اسرائيليه الموجوده عندنا. ما في عندنا منتجات وطنيه ولا عندنا حاجه. وايضا زي ما قلت احنا تحت احتلال. لا يجوز لعدات الوكاله تقول لك انه بس السلطه انت تقارن السلطه تدري حجمها بالسوق 18% من سوق العمل 18% فقط. طيب بقول لهم يا عمي لازم تتغير المعادله، يجب ادخال مؤسسات ثانيه، يجب ادخال شرق القدس معنا في المصلحات. بقول لك نعم بروح يمسح عليها لكن في النتائج بيفتحها برا. فنتيجه الضغط قلنا لهم اهل القدس طبعا احنا مطالبنا كان اهل القدس جميعا وهم على راسنا طبعا والقدس على راسنا. احنا قاتلنا من اجل العاملين جوا القدس ومن يحمل هويه القدس. طالبنا لهم بالحد الادنى للاجور. قلنا لهم بدنا الحد الادنى. الحد الادنى للاجور. لانه البعض لو رفع قضيه على الاستدروت او فرقه اسرائيليه ستربح قضيته فورا. ممنوع حدا جوا القدس يكون راتبه اقل من الحد الادنى. اليهود بيمنعوا. لكن لانه عدونا ما بدنا نلجا لمين؟ للاسرائيليين. فهمناهم. والله في استعدوا يبعثوا كتب ودوا لي كتب رسميه اعطينا الموافقه. قلت لهم يا عمي والله لا اروح لغصب عن ابو الوكاله تدفعها لكن المشكله يا ربنا للاحتلال بدنا نلجا للاحتلال ضد مؤسستنا وهذه مؤسستنا مش مؤسسه المفوض العام. المفوض العام يجي سنتين ثلاث خمس ضروب. الدايركتر بيجي سنتين ثلاث ضروب. لكن المحافظة على وكالة الغوث كمؤسسة شاهدة على حقنا بالعودة لا بدنا نحافظ عليها. مش بس انه احنا بناخذ رواتب وبنخدم اللاجئين بس هي واجب وطني للحفاظ عليها لانه زي ما قلت انهاء وكالة الغوث هو خطر كبير على موضوع او اشارات سيئة على موضوع حق العودة ورجعنا لوطننا ان شاء الله تعالى. الان دخلنا زي ما قلنا في اضطراب مفتوح مباشرة لأنه زي ما قلنا كان الهدف الآن أصبح جسم الاتحاد. مطلوب أيضا جسم الاتحاد بدهم يدهم إيش اسمه اتحاد الضفة الغربية كان يكون الهدف الهوية وهذا احنا الاتحاد قبل 6 شهور نسقنا مع اللجان الشعبية نسقنا مع دائرة شؤون اللاجئين وصلنا صوتنا للوزارة قعدنا مع ماجد فرج قعدنا مع رئيس الوزراء قعدنا مع كل الدنيا. احنا كاتحاد يعني الأغلبية قالوا لكن احنا كنا يوم يوم من الصباح من الصبح الى الساعة 5 المساء واحنا نلف قاعدين. الآن بدأ الحراك مبكرا بلش انه للسلطه. الان بدات زي ما قلنا حديث عن المبادرات فاتصلوا علينا كان في مبادره موجوده اللي رعاها الدكتور احمد ابو هولي
المكتب الرئيسي موجود كان وزير العمل ونائبه موجود على الخط، كان رئيس اللجنة الشعبية المكتب كلهم تحدثوا معي حتى انا كنت مع والدي المفوض العام معنا شو بدك يا جمال عبد الله؟ قلت لهم في مبادرة يعني عشان نقعد مبادرة طبعا قبل ما نصل للمبادرة بس في شيء يعني بدي في شيء في بعض الأمور عشان تعرفوها احنا يعني البعض ليش خرجتوا من القدس بدي أقول شيء الجميع لازم يكون متأكد منه اتحاد الضفة الغربية لا يخضع لا للمساومات ولا للضغط أي قرار هو قرار اتحاد بحث بناء على معلومات بناء على حوارات داخل الاتحاد لم نخضع لا حدا ضغط علينا ولا حدا يعني إذا ما قلوها أجبرنا على شيء تمام وما حدا بيقدر ما حدا بيقدر يجبرنا أن نوقف إدراك ما حدا بيقدر إحنا المصلحة العامة تبعتنا اشتغلنا عليها شفنا أنه هيك أوكي ماشي إذا كانت نقصر عقل الإضراب أنا وأهلنا في المخيم قدرة إنه إيقاف إيقاف التوقيف التوقيف قبل الموضوع الانسحاب ستاء القدس قبل ما أنسى قعدنا بيجا تقريبا 5-6 أيام بإفراغ القدس من العاملين الأجانب لكن سعيدوا من فوق الأجانب سمحنا من فوق لكن هم رفضوا وأعطوا أمر بإخلاء القدس إنه إحنا بالنسبة لنا راح يمر قطار من وسط الشيخ جراح فيبدو أن هناك تحت الطاولة قرار بتسليم الشيخ جراح فقلنا بدنا تيجي عيتنا يعني موظفين أو إحنا ممنوع ننام يعني تصريحنا للسبعة في الليل بس غاد بيكون في عنا خطر خاصة انه صار عنا في عمليات في القدس والآخرين كان قرار الاتحاد انه فقدت أهمية بالنسبة لنا اللي هي الشيخ جراح وكنا بالأساس احنا عمرنا ما استخدمنا قوة انه نجبر واحد على الإضراب لكن الشيخ جراح كانت عنا معضلة في الزمانات انه كانت كل الطفة تضرب لنا شيء إلا القدس كل القدس كانوا ما يضربوا من 2000 وطلع عسبة انه نضبط الوضع في كل الضفة الغربية الان الاتحاد اخذ قرار قال انه ما في داعي للقدس يعني احنا اعضائنا قاعدين بس مش مسوين شيء والوكالة استغلتوا على يعني استغلت القدس وطردونا وصلت الامم المتحدة حتى صوروا رئيس الوزراء الاردن اتصل وقول لك يا عمي الشيخ جراح الامين العام متصل عليه وتدخل في الموضوع رئيس وزراء الأردن الرئيس أبو مازن اتصل الجميع اتصل صار يا عمي القدس فكان الاتحاد ماخذ قرار سابقا فكنا نخلي بيبيع موقف لحينه فلما شفنا الأمور هذا أعطينا موقف منه راح ننسحب من القدس وكأننا نزلنا عند رغبة البعض لكن القرار كان هو قرار سابق أيضا على الاتحاد تمام زي ما قلنا اتصل أبو هولي من غزة كان موجود هو المفوض العام قال لي جمال المبادرة 1-2-3 قلنا له تمام قال لي كيف وزير العمل هي اسمه بطلق يعني راح يكتب المبادرة وينزلها قلنا على بركة الله وزير العمل اتصل مكتب الوزير قال جمال هاي اللي قالت هذه اللي نقلوا اياها قبل ما نزل على صفحة الرسمية موافق قلت بدي ارجع اعطيني ساعتين بدي ارجع للاتحاد وبعدين ايش بعطيك القرار النهائي رجعت للاتحاد زي ما قلت هي عبارة عن باختصار اللي هي مباشرة اللي هي الدخول في حوار لمدة 10 أيام حول علاقة الضفة الغربية مش إشي ثاني طبعا إلنا مطالب والوكالة بتترجى فينا نعطيها مطالبنا يعني نبدأ بالحوار حولها إحنا سلمناهم المطالب الموجودة بقية منها تثبيت الوظائف إعادة هيكلة الوظائف المعاهد كل الأمور اللي الموظفين مشاكل الصحة مشاكل كلها موجودة كل إشي فكان نطالب فيه موجود ضمن المطالب لكن كلهم المدخل
للنقاط الثاني هو العلاوة. بدنا العلاوة للضفة الغربية، غير هيك مش راح نناقش أي شيء ثاني. بالفعل الآن الاتحاد أخذ قرار، نعم المبادرة يعني إذا بندرنا إذا الحوار حول علاوة الضفة الغربية والمفوض موافق معناته يعني هذه قد تكون يعني أمر إيجابي، وإحنا راح نعلق الإضراب لمدة 10 أيام، وتوافقنا إحنا والوزارة والجميع على أنه يبدأ الحوار مباشرة. الآن جينا للحوار، بدأنا أول يوم مجهول، قالنا الوزارة اثنين ليوم اثنين تبدو وتكسبينش من ضمن 10 أيام، قلنا مش حاسبين مش مشكلة. بدأنا يوم اثنين، أجوا يوم اثنين دارت المجال. النائب تبعته أجت تقولنا مش مشكلة، أجوا الطرق تبعهم بقول إحنا خلينا ندخل في حوار على لجنة جديدة لأنه نحن ولا نجيب خبراء، تمام؟ قلنا لهم تمام. قالوا أنتم بتجيبوا خبراء من عندكم وإحنا بتجيبوا خبراء من عندنا، بنروح نعمل زي مسح جديد، ونحتاج المسح أنتم بتحطوا رأيكم فيه والخبراء بتحطوا رأيهم فيه، بعدين بنطلع للمفوض العام، يعني قصة طويلة. وإذا ما رجعونا قديش مدتها؟ تقريبا يوم عمل يعني أبو 6 شهور. بدهم يودونا لست شهور حوار حول ايش؟ مسح. غابوا، راح بيجي 15 يوم هيك كلام فاضي اسمه انه في حوار، عمليا ما في حوار. كنت على الجهه اللي راعت الموضوع تواصلت مع شاف الامور بدها تفلت، اجتمعنا قبل بيجي اسبوعين، اجى لهم الاخ بلال مسؤول عن وكالة الغور، اجى لهدوء طه عن المكتب التنفيذي في الشبيب، كانوا موجودين معنا في الاجتماع. لما قعدنا معهم قالوا بدنا نطلب من الاتحاد معلش اعطونا كمان اسبوع. قلنا لهم انتم اجتمع الاباء اللي وراها، قلتوا في شيء عندنا مشكله. بعدنا الدايركتر وقال لي في شيء عندنا مشكله بس البحث والنقاش حول الخطه تبعتنا اللي بدها 6 شهور مسح جديد. قلنا لهم طبعا اللي هو وكيل وزاره قلت له هذول مصرين انه يرجع للمسجد. ايش عندك شيء ثاني ممكن يعني بالعلاوي ماشي بس انه ايش اللي ادى للعلاوي؟ قلت المسح اللي عملوه. المسح اللي عملوه هم في عندنا 10 وظائف برغم التزوير وبرغم كل اللي صار. في نتيجه موجوده 10 وظائف اندر كومبرتر، ايش يعني 10 وظائف معياريه؟ يعني احنا اللي عندنا الموظفين اللي عندنا من كاتب عامل تدريبي مش اقل من اكثر منهم عينه. مفهوم العينه طول عمره العينه نتائجها بتكون تعمم على الجميع، زي لما تكون لأن أنت لما تيجي بتفلت أغلب الوظائف، يعني أخذوا 3 وظائف من دار المعلمين، طيب طلع من 3 وظائف أقل من السلطة الوطنية. وبعدين حتى لما بدهم يجوا يعطوا بعضه بشكل خطأ، زي ما صار في علاوي اللي هي ال 1000 اللي اعطوها لاهل القدس. الان اتفاقيه في اعراض القدس ابي شو يعملوا؟ اعطوا لمن يعمل لمن يحمل هويه القدس، حتى اللي معهم اقامات معهم اقامات يعني مو رسمي معطوهم، بعطوا شيء مجزوم، ما بعطوا شيء صح طول عمرهم، ولا مره بعطوا شيء صح. ايش الوكاله؟ الأقل إذا واحد طلع له 30 بجزء يعطوه 5% بجزء المجزع يعني. فقلنا لهم طبقوا الميثودولوجي المبادئ اللي تم استخدامها خلال
الأعوام السابقة. إحنا مش شيء جديد يعني. ولا مرة قمنا زيادة غير رستم. العشرة هذه بتجيب لنا أفريج محترم. يعمل الأفريج بين الوظائف كأنها تجارة العادل ويعطونا إياها. كانهم وكيل الوزارة اتفضلوا هذه أنتم النتائج موجودة طبقوا الاتحاد. ما في عندك في نتيجه بالاخر ولا فما بالك الوظائف الوكاله بطل يعرف شو بده يقول وكاله رجع قلت لهم الأربعة اللي وراها معاكم للساعة يوم الجمعة إما نقعد حوار جدي وإما سنذهب نعود للإضراب. يبدو أنهم كانوا مراهن أن الاتحاد والعاملين مش راح يعودوا وراح يبذلوا الاتحاد ومن هالكلام الفاضي كله جماعة بنفس الفكرة بنفس الطريقة بدهم يودونا لمسح جديد وهذا اللي صار في 2014 لن يكرر. المؤمن لا يلدغ من جهل مرتين. خلصنا جميع الأطراف في 2014 بعدونا بعد الله كان المكتب الرئيس وزير الثقافة وقتها موجود وزير عمل يوصي الحجاج 20 كيلو ولو في اي واحد من هاي العامه بيحكي لنا هذا الخبير جبناه كان جامعه الزير طبيعي فعشان ايش خبرتنا فيهم مش كثير يعني وما بنحبش يكونوا موجودين لانهم المعادله مع اداره الوكاله المعادله معنا مش فيش شيء مبني على حقائق ولا على قوانين قسمنا مش راح نوقف قسمنا ضعف الاتحاد سيفتشوا بالهيئة العامة والاتحاد زي ما قلنا الإدارة الموجودة إدارة متنمرة لا ترى موظفين مش شايف حدا الدائرة تبعتنا روحوها روحها المفوض العام لأنها رفضت قرار إنه ما تثبت وظائف واستخدم العصا مع الاتحاد رفضه دفعت الثمن شالوها من هذا. مسؤولة كانت مسؤولة القسم الدي ال اي رفضت تدخل مع المفوض في الاعيب اسمها اليجرا ايضا روحها مباشره روح فصلها يعني. فالزلمه هذا بنفس القضايا في الضفه الغربيه تم التنمر عليهم. يعني لما تكون كبير المهندسين برنامج الهندسي كله ليش روحوهم؟ كان في مشروع في سلفيت على جبل، الجبل فيه زيتون كان حطوا علامات في انخلع الزيتونتين بالغلط كان انت المسؤول عن خلع الزيتونتين روحوه. طبعا القصه الحقيقيه انه المتبرع في حينه المتبرع السعودي رفض وجود اللي هو كابين المهندسين كان بديش اتحاور انا وياه حر بدي حدا ثاني والا مش مصاري. فالمهم ظبطوا له الوضع ظبطوا الفيلم طبعا في زي ما قلنا 7-8 موظفين رفعوا لليونات ربحوا القضايا بس ربحوا القضايا بس شو بصير الوكاله عندها قانون اذا ربحت القضيه يحق لاداره الوكاله ترجع أو تعوضه بعطوه 24 شهر عمره ما واحد رجع للوكالة كل القضايا بتربح بس عمر ما واحد فيهم رجع للوكالة بعطوه 24 شهر والله معك والله معك. فالآن إحنا بالنسبة لنا كاتحاد اللي نقوله للجميع نكون يعني متأكد منه اتحادكم لا يخطأ لا للمساومة ولا للضغط. اثنين اتحادنا الموجود هو اتحاد قوي بإذن الله تعالى لا نهاب الإدارة
الموضوع بينه وبينهم احنا مدركين تماما. المعركه اللي بينه وبينهم الان هي معركه كسر عظام، اما نكون كاتحاد وعاملين واما ان لا نكون. فبالتالي انا بعرف المعركه قد تكون طويله، احنا بنجهز قاعدين نتواصل مع الجنوب على سبيل انه نحاول انه ينزلوا راتب من خلال سلطه النقد، وصلنا معهم استعدوا سنبدا انه يأمنوا رواتب في حال انه خصموا رواتبنا، سلاحهم الخصم يعتقدوا انه كرامه العاملين في الضفه الغربيه متعلقه بالمصاري، يعني اديروا بالكم يا بتمشي زي ما بدنا يا موقف رايح. كثير يعني جابوا في واحد من اللبنانيين بتقول لك الشعب الفلسطيني شعب جابك يعني اشرف جدل وعنيد، واحنا بالفعل هيك. احنا شعب سمونا الجبارين مش في جبهة 51 شهيد، بس كرامتنا بالدين يوما فيها لا نساوي مع كرامة العاملين ولا الاتحاد. الآن هم بيحاولوا الآن الضغط علينا من هذا الجانب، بقول لك لعل وعسى قدرنا نعمل خرق، لعل وعسى انتهى الإضراب تبعهم. إحنا بإذن الله تعالى إلا الهلاوي بوزي لن تتغفل، لن نعود. أنا بقول لك لن نعود إلا بعلاوة الضفة الغربية، وما جرى في 2014 لن يكرر ولن نسمح فيه. والمفاوض العام والجميع لازم إحنا بنشتغل بشهاداتنا موجودين ضمن مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ما بنشتغل لا في مزرعة المفاوض العام ولا الدايركتر ولا في بقدر ولا بقدر واحد فيهم يأخذ أي قرار بحق أي عضو اتحاد. هيئة عامة طبقت قرارات الاتحاد، الجميع محمي بقرار الاتحاد، الاتحاد قادر يحمي الجميع بإذن الله تعالى. أي من المفاوض ينزل ما بقدر. الاتحاد قوة، احنا كاتحاد احنا موظفين، انتم بفضل رب العالمين. المرحلة الأولى من الإضراب الماضي كان غير مسبوق. المرحلة هذه اللي احنا فيها كان أفضل لسه من المرحلة الأولى. حاولت اوصلها لاداره وكاله الغول، قالوا في 400 كانوا تسليم الاضراب. طبعا هذا الكلام مش صحيح. احنا سمحنا لمستشفى قلب 110 فيه او 120. احنا سمحنا لكل الاذنه، اعطينا استثناء عشان نحافظ على مؤسساتنا. بيجي تقريبا 188 او 200 واحد، اعتبروهم هذول مش مدربين. احنا سمحنا للحرس الرئاسي يستمروا. احنا سمحنا اعطينا لمدارس القدس بالذات انها تظلم دولي، اعطينا استثناء من ناحيه وطنيه بحت. طبعا انا بنعطي استثناء للضروره القصوى، تمام؟ المره هذه كنا انا اوكي، بدايه الاضراب لما دخلنا فيه مدارس القدس اضرب المستشفى اغلق اغلق المستشفى الخلقيه، الحرس ما حد يداوم، ما حد يداوم، في اكثر من واحد بس احنا امرنا يعني خلينا اكمل واحد بس يعني. لكن عمليا من ال 400 تبعينهم ما بتلاقيش قد تاكدنا منها. اكيد راح يوصل المعلومه للي حواليهم انه هذا كان مضرب وهذا كان مش مضرب، عشان يعرفوا الناس اللي حواليهم شو. لانه من العار انه العاملين كلهم يكونوا واقفين في اضراب، عشان في الاخر يعني احنا الاتحاد يعني بنتعرض للفصل والضغط عشان مين يعني؟ الا يعني احنا لو بدنا اخذنا مناصب وقعدنا ملوك، احنا بنقاتل لانها امانه في عنقنا للعاملين. يجي واحد يقول لك انا حر بديش اضرب، مش حر انت السفينه، اذا كنت واحد يقول لك حر بدي انا اخرق السفينه، الكل بيغرق مش على خاطرك. لما تبقى شيء يجي لك انت خاص بشيء دي مشكله. بعد من تلك الطاوله الاداره انا مش مضرب يا اخي، عسيت كان انه عشان ينزل راتبي، ومين بده يشتري لك راتبك؟ ولو بده يعطيك مصاري قبل ما الجميع يقبض. الماليه قاعده والاتش ار انا بودي لهم كل التحيه والاحترام للعاملين عندك. مورس ضغط عليهم من الاردن
وقالوا نحن نلتزم بقرار الاتحاد. لما طلبنا من المرة الماضية بقرار الاتحاد اشتغلوا الرواتب بعد ما قالوا نحن ملتزمين بالإضراب. هذول الجماعة هذول اللي بدايهم احنا قدام الإدارة. لما الإدارة تشوف انه الاتحاد الآن بيمون اوكي ماشي مالية اشتغل وقف لما جينا للعيادات ضغطنا عليهم.